يابا هاي وصفة العزائم، كلش طيبة والشكل رهيب. حتى نسوي تشريب لحم أصفر طريقة جدا سهلة وبسيطة وكلش طيب، والمكونات متوفرة عندكم. راح نحتاج هنا مجموعة مكونات بسيطة. طبعا أول شي عندنا البصل. البصل راح أقطعه يعني مكعبات خشنة مو ناعمة. بالبداية يعني نحضر احنا الخضروات نقطعهن قبل كل شيء. اكيد هنا عندنا البوتيتا او البطاطا، قطعها بهذا الشكل مكعبات كبار، اهم شيء كبار مو ناعمة. والجزر طبعا اختياري انا، احنا الجزر امي تحبه فنخليه. وقطعه بهذا الشكل يعني كبار مو صغار. هنا راح اضيف الزيت، انا اضيف الزيت زيتونة او زيت طعام عادي، كمية بسيطة مو هواية. واللحم اهم شي يكون بيه عظم والدهن ليه اهم شي تعطي طعم كلش طيب. طبعا بعد ما تحمر واخذ الوجه التحميرة نقلبها. هنا راح ابدي اضيف البصل واعطيه تقليبة، كل ما اشوفه يتحمر اعطيه تقليبة للحم. هنا راح اضيف البهارات، ادي كركم وسبع بهار وفلفل اسود وقرفة دارسين عود واحد وهيل وملح ونوم بصرة. طبعا هي البهارات هي اختيارية بس اذني هي الرئيسيات، احنا نخليهن. وطي تقليبة بسيطة وبعد ما نحمس اللحم ويا البهارات اضيف ورق الغار واضيف المي. المي يكون يغطيه وزيادة شوية وتركه على النار تقريبا ياخذ بالبداية خليته 3/4 ساعة. بعدين اضيف باقي المكونات، عندي هنا الحمص مسلوق وبصل هنا اصحاح، ضيف الخضروات اللي قطعناهن وطي تقليبة بسيطة وخليه على النار تقريبا نص ساعة. هنا نشيل الزفرة، هو يختلف من يعني حسب قوة درجة حرارة النار من طباخ الطباخ، بس هنا تقريبا هيك اخذت عندي ساعة وربع. حضر الطبق مالتنا ونثرد الخبز، اهم شي يكون خبز يعني سمين مو رفيع ويذوب. ونبدي نشرب الخبز بداية سوب بهاي الطريقة شوية شوية. وصفة بالعزام تبيض الوجه هاي. شوف اللحم شو مستوي وصفة جدا سهلة وبسيطة وسريعة كلش طيبة. شوف اللحم طبعا ما صورت اللحم حار حيل. سولفولي انتو بني يجيكم الخطار هم تخلوا له هيجي، هم تسوون هيجي طبق له تحبونه بصرة لا. اكيد ويا ثري لحم فتشي. ولا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس واللايك دعمنا للقناة. وصفة جدا سهلة ولذيذة كلش مستوية. إن شاء الله عجبتكم الوصفة، في مع الله.